واش يا رقبة او انا وراسك ديرها حطمها ديرك كيفاش عندك ما ناخدوش الوقت بزاف. هيا هرش كيفاش كبل يدك يا عاو تعيش هكداك تاع ديرك يا اخو. شوفوا 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 كارثة كارثة. شوفوا 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 هاي ليك شوفوا بلي يدير خو ديريكت ما كاش ها لاصوص ياعو هكذا باش يتبعوا الحباب لا غوسات في العيد يفرحوا لا فامي اني نوط باسكو كما عطيني الحيه. شوفوا خو يا بسم الله ما شاء الله يا بابا. شوفوا 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 ولي فريت خلاص فوق لي فريت لا لا معليش هكذا شفتوا الحباب الوغ جربوا هاد الوصفه وما تندموش بزواره ولا والو وتتفت واش ياعو فتق 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 وترتق ترتق شوف يخو اللحم 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 شوف لاصوص تاع واسمها وخدها غير بصحتك كي طلاقة ديريكت هو الخبز تاعو وانا الخبز تاعي هاوليك هيا ورينا دوك في الواعر هكذا واللحيم الله الله بابو 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 هاو يزيد ينوع يحب المعلقه مصوطه هيا بصحتك هيا خلاص فوالا الحباب شوفوا ما شاء الله هادي شوفوا لاصوص كيفاش خرجت ونوري لكم اللحم تاعكم شوفوا كيفاش تخرج لكم الزبدة ما عندي ما نقول لكم هادي هي الرقبة انساو ما كي تكون مقطعة احلى شي محمرة كيما يتندى ما تغبنوهاش مسكينة في الطعام ولا بيزو هادي وصفة رمضانية فوالا الحباب بالنسبة للرقبة تاعكم فوالا كيما قلت لكم بمناسبة العيد وقلتوا لي بزاف على هاد لاغوسات باسكو درتها بزاف في رمضان شوفوا هي الرقبة تجي هكذا الرقبة تجي هكذا بون كي تشرو اللحم عند البوشي ولا قولهم يقطعها لك منا شوف هي هاك تجي الرقبة قولو يقطعها لك من كي يقطعها لك من بعد يقطع لي موسو بصح ما يفتحش هدية باش تجيك شاده روحها ما يقطعش مام يكون العظم ما يكسرش حتى لتحت باش تقدري تحليها مام هنا قولو يقطع لكم دي موسو هكذا يضرب غير العظم باش ومن بعد كي تجيو تقطعوها تقطعوها دي موسو مام كي ديريها تقدري تجي شاده روحها هكذا لا علينا هذا هو الشكل تاع الرقبه وكيما فهمتكم شوفوا كيفاش تتقطع المهم الفيديو راهي عندكم تاخذوا الثوم تقطعوها قطع تاخذوا موس فريمون هكذا صغير وتقعدوا تبيكيو كل مرسو هكذا تشوفوه ديروا له الثوم هكذا تحكموا الموس وتقعدوا تبيكيو هكذا فوالا زيدوا تحكموا هكذا وزيدوا ديروا كامل انا راح ندير زوج رقابي الوغ نكملهم قاعيتك بالحشوة هكذا تاع التوم ومن بعد نرجع لكم للطريقة تقدروا تانيك تحكموا هكذا وتبيكيو التوم تانيك للداخل تانيك لي مغسو كاع لي طيفحوا فيهم وحد البنة ما عندي ما نقولكم بنة رائعة هك كومبلي الحباب انا نستعمل لي زيشالوت يكونوا هكذا هذا البصل هكذا تاع ليش يكون صغير ولا لي زيشالوت تقطعوهم على زوج تاخذوا كميه تاع الثوم كيف كيف هكذا تقطعوها وبوغ لي زيبيس انا ناخذ الملح والفلفل الاسود وناخذ معاهم الزعتره الزعتره بزاف بزاف محبوبه في اللحم وقلت لكم الروزماري اللي هو الغومارا بزاف مليح للدجاج يكلي للجبل فوالا هادو هما وبيان سور كميه تاع الزيت نحط اللحم تاعنا في لاكوكوت ولا لوطو كويسور فوالا ونزيد عليهم هاد الكميه
تاع البصل لي زيشالوت، ونزيد معاهم هذه الكميه تاع الثوم. فوالا فوالا الحباب، هذه هي الرقبه تاعنا. درنا درت زوج كيما وريت لكم، دوزنتها بالثوم وبدلت لها البصل هاد لي زيشالوت. نزيد ندير لها زيت الزيتون ونحط لي زيبيس تاعي. فوالا الملح. فوالا الحباب، دوكا وشنو كيما قلت لكم درت زوج ودوزنتها مليح. فوالا هذه هي وصفه قلت لكم للعيد ان شاء الله، طلبتوها بزاف مني. فوالا الو هكذا. ابخي واش ندير؟ ندير كميه معقوله تاع الماء ونغلق عليهم مده واحد تقدروا تقولوا واحد 40 دقيقه في لوطو كويسور، وتكونوا شعلتوا الفرن تاعكم. لا كان شالور تورنات من فوق لتحت، لا كان عندكم فرن عادي تشعلوه من تحت مده واحد تقدروا تقولوا تانيك واحد 30 دقيقه نص ساعه، وتاخذوا واحد 20 دقيقه باش تحمروهم من الفرن. وسا ديبون النوع تاع اللحم تاعكم كيفاش راح تكون، يا الخروف بيان سور راح يكون جديد، ذبيحه جديده اكيد راح يكون راك تعرفوا ماسك. الوغ انتو ولا كان صغير ولا كان كبير هذا الشيء يضل ليكم. فوالا الحباب، هكذا اللحم تاعنا نورمالمون صافا، بخلا طيب مليح. نحيها بسم الله. شوفوا ابخي واش ندير. لاصوص قاعدك نحطها لداخل. فوالا هكذا واش ندير؟ نحط لي بابي كويسون هو الاول، ومن بعد نقولكم حاجه ما تسحقوش الالمنيوم. الالمنيوم كي طيبوها ديريكت في الفرن وحدها بصح، هكذا باش تحب تحمر وتواسي ديروها تقولوا شعلتوا الفرن بابي كويسون و اوب وفوق خلوها تتحمر وتتجمر. فوالا 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 الحباب، هذه هي الرقبه تاعنا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا راني درتها ما عندي ما نقول لكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش تتفتت وحدها، ولا اروع. وديك الريحه ودوك لي زيبيس، ركزوا عليها وما تندموش. شوفوا الله الله. بيزو. فوالا الحباب، كي غلقت عليها انا شفت بلي محتاجه شويه ما تاني كنزيد، خلطتهم بيان وديت لهم الماء. غلقوها كومبلي وزيتوا تغلقوا عليها مده واحد تقدروا واحد 25 دقيقه في لوطو كويسور، وتكونوا حضرتوا الفرن تاعكم كيما قلت لكم شالور تورنونت من الفوق ومن التحت، تخلوها تطيب هكذاك مده واحد 40 دقيقه تتحمر من الفوق وطيب من التحت بيان. وكي يكون عندكم غير الفرن من التحت ومن الفوق تشعلوا مده واحد 40 دقيقه من التحت، زيت الطياب مليح وزيت تتحمر لكم من الفوق مده واحد 10 دقائق. بيزو. وسا ديبون لا فيوند تاعكم، اذا تكون الكبش كبير اذا يكون صغير سا ديبون. يعني تا كي يكون الكبش صغير اللحم تكون طريه طيب بالخوف، كي يكون كبير وحنا نقولوا له شارف الوغ يطول في الطياب. فوالا فوالا الحباب، شوفوا لاصوص تاعنا ما شاء الله باش نبصله مليح. هذه الشالوطه وديت معها لي فخيت. وانتو في رسمو طبوا راسكم في العيد ديروا واش تحبوا. صح احلى شيء مع اللحم هو لي فخيت.